وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان هذا اللقاء وهذه الأوراق: فقه المصالح والمفاسد وتعارضهما. وهذا الفقه قام عليه كل الدين وجميع الإسلام، ولذلك يهم كل مسلم بصورة عامة، ويهم الدعاة وطلاب العلم بصورة خاصة، لأنه يعينهم في الدعوة وتقديمها للناس. وسأبدأ الكلام متسلسلا ونقف على بعض النصوص من الكتاب والسنة وجملة عظيمة من كلام السلف الصالح وعلمائنا الأفاضل. ويا حبذا لو الناس كتبوا ما تيسر من الفوائد من هذه النصوص ومن كلام السلف والعلماء. تعريف المصالح والمفاسد: المصالح في اللغة هي جمع مصلحة، وهي المنفعة، وتأتي مصدرا بمعنى الصلاح، والصلاح هو ضد الفساد. أما المصلحة في اصطلاح الأصوليين هي المحافظة على مقصود الشرع. انتبه للتعريفات، دي مهمة، عشان لما يتكلم عن فوائد وقواعد في المصالح والمفاسد، وهو الموضوع الأهم والمهم بالنسبة للدعاة خاصة، تكون عرفت ما هي المصالح وما هي المفاسد. لأنه بالذات الحزبيين تلاعبوا بهذا الفقه العظيم تلاعبا عظيما، حتى ضيعوا به جميع الإسلام، فحللوا الحرام وحرموا الحلال تحت شعار فقه المصالح والمفاسد. لذلك وجب على أهل السنة أن يبينوا الحق في مسألة المصالح والمفاسد ما بين غلو وجفاء. والمصلحة في اصطلاح الأصوليين هي المحافظة على مقصود الشرع، المحافظة على مقصود الشرع، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وقال بعضهم: المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق. وقيل: المصلحة هي جلب منفعة أو دفع مضرة. من التعريفات دي أنت بالمناسبة بتكون أخذت حصيلة عن هذه المصطلحات. وقال ابن القيم رحمه الله: والمصلحة هي النعيم واللذة وما يفضي إليه. وعرف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصلحة، قال: المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. ثم قال: والمنفعة تعود إلى حصول النعمة واللذة والسعادة. هذا في المصالح والمصلحة. أما المفاسد في اللغة جمع مفسدة، وهي ضد المصلحة، من فسد بمعنى بطل واضمحل وتغير. والمفسد في اصطلاح الأصوليين كل ما يفوت الأصول الخمسة. ما هي الأصول الخمسة أبو منصور؟ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فكل ما يفوت هذه الأصول الخمسة هو المفسد.
والمفسدة في اصطلاح العلماء بمعناها الأعم هي الألم أو سببه أو الغم أو سببه. يقول ابن القيم: والمفسدة هي العذاب والألم وما يفضي إليه. قال الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله: والذي يظهر أن المفسدة هي المضرة الخالصة أو الغالبة أو المساوية، وهي الموصلة للألم أو الغم أو سبب أو سببها للأفراد والجمهور. وقال شيخ الإسلام: والمنفعة المطلقة هي الخالصة أو الراجحة، وأما ما يفوت أرجح منها أو يعقب ضرراً ليس هو دونها فإنه باطل في الاعتبار، والمضرة أحق باسم الباطل من المنفعة، وأما ما يظن فيه منفعة وليس كذلك أو يحصل به لذة فاسدة فهذا لا منفعة فيه بحال. الكلام الفاضل كله التعريفات ملخص من كتاب الشيخ سليمان الرحيلي الذي هو بعنوان فقه تعارض المصالح والمفاسد. بعد ما عرفنا المصالح والمصلحة والمفاسد والمفسدة لغة واصطلاحا إلى آخره، وعرفنا ما هما، بعد ذلك نتكلم عن بعض المسائل والقواعد والفوائد في المصالح والمفاسد. ونظامك الآتي، الكلام الجيد عشان تفهموا، أنا جمعت كلام من هنا وهناك للعلماء وللسلف الصالح، وما لم يكن ما لم يأتي فيه العالم بدليل في موضعه، لأنه قد يكون في موضع ثاني جاب أدلة، ذهبت وأتيت إليه بأدلة مع شرحها من كلام السلف الصالح والأمثلة من الواقع. فنأخذها نقطة نقطة ومسألة مسألة وقاعدة قاعدة أو فائدة فائدة ونمثل على ما تيسر. ودي أهم نقطة في هذه الورقة، الموضوع ده اللي أنا حبدأ فيه الآن، ده أهم نقطة بالنسبة لما جمعته. أولاً، كل ما أمر الله به فمصلحته راجحة، وكل ما نهى الله عنه ورسوله فمفسدته راجحة. أي أمر ربنا أمرنا به ده مصلحته شنو يا جماعة؟ الراجح. وكل نهي نهانا الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا مفسدته راجحة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى، قال: فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه. لأن ابن تيمية يتكلم في مواضع إنه في ناس بيمشي بيدعو الميت أو يدعو الله عند قبر الميت ظناً أن الدعاء هنا مستجاب، فيصادف هذا الدعاء استجابة من الله سبحانه وتعالى فيحصل له المقصود، فيعتقد في هذا الميت أو يعتقد في هذا المكان البركة. وإنما هذا هو شنو يا جماعة؟ استدراج من الله سبحانه وتعالى. قال: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. طيب، قال: فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله فيدعو غيره، وإن ظن أن ذلك سبب في حصول بعض أغراضه، حتى لو ظن سيما حصل له. وكذلك لا يعبد الله بالبدع المخالفة للشريعة، وإن ظن ذلك فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك. يمشي يخد سيفه جنب القبر ده يقول سيفه يبقى فيه بركة ويبقى قوي، فعلا يمشي يحارب ينتصر، لكن ده من شنو يا جماعة؟ ده تلبيس من الشيطان على هذا العبد. وقد يحصل بالكفر والفسوق والعصيان بعض أغراض الإنسان من المصالح، فلا يحل له ذلك، إذ المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم
بعث بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة. وهذه الجمل لها بسط لا تحمله هذه الورقة، والله أعلم. فالإنسان إذا حصل له منفعة بمعصية، ما معناة المعصية دي يا جماعة؟ المعصية دي حلال أو أمر الله بها. طيب، المسألة الثانية حصول الغرض أو المنافع ببعض الأمور لا يستلزم إباحتها. حصول الغرض أو المنافع ببعض الأمور لا يستلزم إباحتها أو إباحتها، وكذلك حصول بعض المضر ببعضها لا يستلزم تحريمها. طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: فحصول الغرض ببعض الأمور لا يستلزم إباحته، وإن كان الغرض مباحاً فإن ذلك الفعل قد يكون فيه مفسدة راجحة على مصلحته، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فجميع المحرمات من الشرك والخمر والميسر والفواحش والظلم قد يحصل لصاحبه به منافع ومقاصد. كل الحرام قد يحصل للإنسان به شنو؟ بعض المصالح وبعض المقاصد. إنسان يقول لك بشرب خمرة لأنه عنده هم شديد ومشاكل، يقول لك دار عقلي ده يطلع برا الدنيا دي يغيب، فدي مصلحة. طيب، لكن قال: لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها، هي دي مصلحة لكن المفاسد ما لها راجحة. عشان كده ربنا قال عن الخمر والميسر مثلا، قال: وإثمهما أكبر من شنو؟ من نفعهما. بعد ما ربنا أثبت لها منافع، صحيح ولا ما صحيح؟ لكن قال: وإثمهما أكبر من نفعهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لكن لما كانت مفاسدها راجحة على مصالحها نهى الله ورسوله عنها، كما أن كثيرا من الأمور كالعبادات والجهاد وإنفاق الأموال قد تكون مضرة، لكن لما كانت مصلحة راجحة مصلحتها راجحة على مفسدتها أمر بها الشارع. الجهاد فيه كتل ولا ما فيه كتل؟ فيه ضبح ولا ما فيه ضبح؟ فيه ضبح، لكن المصالح المترتبة على الجهاد أعظم من هذه المضرة. شكده ربنا سبحانه وتعالى قال: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. طيب، فمصالح هذه العبادات كالجهاد وغيرها من العبادات التي فيها تعب ومشقة، المصالح أعلى فيها من شنو يا جماعة؟ المفاسد. الفائدة الثالثة والمسألة الثالثة المهمة جدا: المصلحة المحضة نادرة. كونه داير لك أمر مصلحته خالصة 100%، الموضوع ده نادر، لازم تعرف المعلومة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى جزء 13 صفحة 298: المصلحة المحضة نادرة، فأكثر الحوادث فيها ما يسوء ويسر. أكثر الحوادث فيها ما يسوء وفيها ما شنو يا جماعة؟ يسر. فيشتمل الفعل على ما ينفع ويحب ويراد ويطلب، وعلى ما يضر ويبغض ويكره ويدفع. أنواع وصور التعارض مع الأمثلة، يعني التعارض بين المصالح والمفاسد أو السيئات والحسنات والمنافع والمضار مع الأمثلة. قال ابن تيمية رحمه الله: فالتعارض إما بين حسنتين، وده من أهم الكلام، كلام طويل لكن أهم الكلام، بس انتبه له جيدا. قال: فالتعارض إما بين حسنتين، يعني نفعين، أمرين الاثنين بينفعوا، لا يمكن الجمع بينهما،
ده نوع من التعارض، احيانا بيكون بين شنو يا جماعه؟ حسنتين او منفعتين، وما نقدر نجمع بيناتهم. فتقدم احسنهما بتفويت المرجوح. هنا في الحاله دي نقدم شنو؟ الاحسن ونفوت شنو؟ الادنى المرجوح. دي الحاله الاولى. الحاله الثانيه قال: واما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما، شرين لازم نعمل واحد فيهم، ما بنقدر نتفك منهم الاثنين، لانه اصلا الشر المفروض نخليه كله، لكن احيانا تتعارض يكون ما نقدر نخلي واحد من الشرين دين. عكس القبيل، منفعتين وحسنتين لازم نفعل واحده، ما بنقدر نعمل الاثنين، لانه الاصل نعمل كل الحسنات. طيب قال: واما بين سيئتين لا يمكن الخلو منهما فيدفع أسوأهما باحتمال أدناهما. هنا في الحالة دي بين المضرتين والسيئتين، إذا كان لابد نعمل واحد وما بنقدر نتفك من السيئتين، نعمل شنو يا جماعة؟ نعمل شنو؟ الأقل. حجينا الأمثلة من السنة بعد شوي على هذا الأمر. وإما بين حسنة وسيئة، دي الحالة رقم كم؟ ثلاثة. أحيانا يكون التعارض بين حسنة وبين شنو يا جماعة؟ سيئة، لا يمكن التفريق بينهما. في الحالة دي، بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة، وترك السيئة مستلزم لترك الحسنة. هنا الحل شنو؟ فيرجح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة. واشتهر يا جماعة عند الناس إنه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ده ما في كل حالة، إنما هذا في حالة واحدة، وهي إذا تساوت المصلحة والمفسدة، فهنا درء المفاسد، عفوا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. دي مش القاعدة؟ هذه القاعدة تكون في حالة واحدة، ندرء المفسدة قبل جلب المنفعة في حالة واحدة. إذا لم تربو المفسدة، فإذا تساوت إذا كانت المصلحة أعلى من المفسدة فإننا لا نقدم المفسدة وإنما نقدم المصلحة. يكون عكس هنا، إذا تساوت المصالح والمفاسد هنا يكون درء المفاسد مقدم على شنو يا جماعة؟ على جلب المصالح إذا تساوى. لكن إذا كانت المصالح أعلى من المفاسد فيجب علينا وجوبا أن نقدم شنو يا جماعة؟ المصالح. طيب، أو إذا كانت المفسدة أعلى من المصلحة، إذا كانت المفسدة أعلى من المصلحة فهنا أيضا ندرى شنو يا جماعة؟ المفسدة، يعني نقدمها على المصلحة. طيب كده واضح يا أبو منصور؟ طيب، قال شيخ الإسلام: فالأول، ضار يضرب أمثلة على الأربع أنواع الذكرة. قال: فالأول كالواجب والمستحب، يعني إذا تعارضت حسنتين ومنفعتين، قال ده مثاله كالواجب والمستحب، ده المثال الأول له. والمثال الثاني قال: وكفرض العين وفرض الكفاية. طيب، قال: مثل قضاء الدين المطالب به على صدقة التطوع. زول عنده قروش 10,000 ومطالبينه بيدين 10,000، وجاء مسكين طلب الصدقة، هل الأولى يتصدق ولا يقضي الدين؟ وبالذات صاحب الدين بيطالبه بالدين، يقضي الدين. طيب ده مثال. والثاني كتقديمي، بعد همثل لك على كل واحد، كتقديم نفقة الأهل على نفقة الجهاد الذي لم يتعين. نفقة زوجتك وأولادك وأبوك وأمك، الناس اللي أنت بدعولهم خلاص، تقديم نفقتهم مقدمة على النفقة في الجهاد الذي لم يتعين، لأن الجهاد الذي يتعين وجوبا ده بيقدم. طيب، وتقديم نفقة الوالدين عليه كما في الحديث: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين.
قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. فقدم بر الوالدين على شنو يا جماعة؟ الجهاد. لكن يأتي جهاد الذي لم يتعين. وعشان كده شيخنا الشيخ محمد بن هادي قال حفظه الله، قال طاعة الوالدين في حتى في الجهاد، في جهاد الدفع وجهاد الطلب واجبة طاعة الوالدين، إلا إذا دهم العدو. يا خلاص تلب ليك عديل، عدي ما تمشي تكلم أمك بيكون شنو موضوع انتهى، فهنا طوالي تقاتل. طيب، والثالث كتقديم المرأة المهاجرة، وده مثال للمسألة الثالثة، إنه سيئتين تعارضوا مضرتين، ما نقدر نخليهم الاثنين، لابد نعمل واحدة. بعد أردك عليه مثال، قال كتقديم المرأة المهاجرة لسفر الهجرة بما بلا محرم على بقائها بدار الحرب. مرأة ما عندها محرم، وما محل هذا الكفار جو غزو بيقى محل حرب، ودينها قد يضيع، ونفسها وعرضها قد يضيعوا، ولقد لها فرصة إنها تسافر من البلد لكن ما لقى محرم. هل تجلس لتموت أو يضيع عرضها أو يضيع دينها، ولا نفتيها نقول لها أطلعي ولو بدون محرم؟ تطلع بدون محرم. ليه؟ لأنه عندها مفسدتين. المفسدة الأولى إنها تسافر بلا محرم، والمفسدة الثانية إنها تبقى ويضيع شنو يا جماعة؟ دينها. إذن ده تعارض بين مفسدتين وسيئتين. ابن تيمية دار يديك عليه مثال في هذه المسألة الثالثة، قال كما فعلت أم كلثوم. أم كلثوم دي بنت عقبة ابن أبي معيط، بنت عقبة ابن أبي معيط، هاجرت بلا محرم، ودي من الشبهات اللي بيستدلوا بها العلمانيين والجماعة المجارمة اللي بيستدلوا بالشبهات دي، يقول لك ما المرأة سافر بدون محرم. لا، دي تعارض الأمر عندها بين شنو يا جماعة؟ مفسدتين. ليه؟ المفسدة الأعلى إنها تجلس ودينها يضيع، والمفسدة هي مفسدة لكن أقل إنها تسافر بلا محرم. هنا ابن تيمية قال لك تقدم المفسدة الأقل لتدفع المفسدة يا جماعة الأعلى. طيب ما وقعت في مفسدة، صح؟ هي دفعت المفسدة الأعلى، صح ولا ما صح؟ وقعت في الأقل، لكن في النهاية وقعت في مفسدة ولا ما وقعت؟ وقعت. هل معناته حرام؟ يعني تأثم في المفسدة الأقل دي؟ نقطة خطوها عندكم شيخ الإسلام هسه حيجي يفصلها لك براها، إنه اللي بيدفع المفسدة الأعلى بل أقل، أو بيتعارض عنده واجبين، ترك واجب وقدم الواجب الأعلى لأنه ما قدر يجمع بيناتهم الاثنين، هل يأثم لتركه للواجب الأقل أو وقوعه في المفسدة الأقل، ولا ما عليه اسم أصلا؟ خدتوا نقطة وذكروني لها. طيب، قال كما فعلت أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط التي أنزل الله فيها آية الامتحان من سورة الممتحنة، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. الآية دي نزلت فيها، ونزلت الآية دي أصلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان صالح المشركين صلح الحديبية، ومن بنود هذا الصلح الذي عقده سهيل بن عمرو مع النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا جاء رجل من جهة قريش ولحق بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو كان مسلما فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده إلى المشركين. فقام جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها في اللحظة دي جاءت مهاجرة، فقالوا يا رسول يا محمد أرجعها إلينا حسب شنو الصلح. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، وامتحنوهن يعني اختلفوا فيها المفسرين، بعضهم قال يسألوها يقولوا لا أنت يعني أي واحدة جاءت أنت هاجرتي حبا في الإسلام أو شيء لغرض من الدنيا أو كذا، وقيل غير ذلك،
الله أعلى بإيمانهن فإن علمتمون مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار. قالوا ده كان مخصص إن النساء إذا جاء مهاجرات ده البر موضوع صلح الحديبية امتحنوها لقوا مؤمنة بيقبلوا ديهم رجعوا، لكن الرجال لو لقوا مؤمنين رجعوا. طيب وحيجينا الكلام قدام دي ده مثال. قال مثال آخر كتقديم قتل النفس على الكفر، كون المسلم يقتل له نفس ولو كان كافر دي في مصلحة للكافر. قال كتقديم قتل النفس على الكفر كما قال تعالى والفتنة أكبر من القتل، الفتنة يعني الكفر، هنا الكفر، والفتنة أكبر من القتل. قال شيخ الإسلام فتقتل النفوس التي تحصل بها الفتنة عن الإيمان لأن ضرر الكفر أعظم من ضرر قتل النفس. ويتكلم شيخ الإسلام في مواضع أخرى إن الكافر ذاته لما يأبى أن يسلم ويحارب ويجاهد ويقتل ده فيه نفع له، كيف؟ لأنه لم يزدد من كفره، فكان قتله نهيا له عن الزيادة في كفره وغيه. طيب وكتقديم قطع السارق ورجم الزاني وجلد الشارب على مضرة السرقة والزنا والشرب، وديل مفسدتين كونه قطع له يده أو رجم الزاني أو جلد الشارب أو غير ذلك ده فيه ضرر، لكن فعل ذلك الشارع الحكيم لأن هذا الضرر أقل من ضرر السرقة والزنا وشرب الخمر إلى آخره، لأنه ده ضرر في المجتمع أعظم. وكذلك سائر العقوبات المأمور بها فإنما أمر بها مع أنها في الأصل سيئة وفيها ضرر لدفع ما هو أعظم ضررا منها وهي جرائمها، فجاءت الحدود يقطع يد السارق ويرجم الزاني المحصن ويجلد شارب الخمر لدفع الضرر الأعظم، لأنه بقاء وبقاء جرائمه هو شنو يا جماعة أعظم، إذ لا يمكن دفع الفساد الكبير إلا بهذا الفساد الصغير. وأما الرابع المثال للمسألة الرابعة يقول فمثل أكل الميتة عند المخمصة، والمخمصة هي فراغ البطن من الطعام. طيب فأباح الله عز وجل في حالة المخمصة إنه زول يأكل شنو يا جماعة الميتة، قال فإن الأكل حسنة واجبة لا يمكن إلا بهذه السيئة ومصلحتها راجحة. أيضا من القواعد والأصول في مسألة المصالح والمفاسد أن السيئة تحتمل في موضعين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، الموضع الأول دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا بها، دفع ما هو أسوأ منها إذا لم تدفع إلا شنو يا جماعة إلا بها، وتحصل بما هو أنفع من تركها إذا لم تحصل إلا بها. الكلام ده يعني شنو؟ نأخذ مثال ليتضح المقال. في صحيح البخاري رحمه الله جاء أعرابي فبال في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. طيب البول ده مفسدة ولا ما مفسدة؟ مفسدة عظيمة، وده في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قام إليه الصحابة، وابن حجر قال قاموا ليس ليضربوه وإنما لينهوه، لأن بعض الدعاة من الحركيين لما نذكر حديث بول الأعرابي بيشوه سمعة الصحابة، قاموا إليه ليضربوه. وين دي فيها رواية؟ ما في أي رواية. ابن حجر قال لا، قال قاموا ليزجروه وينهوه، يقول اتق الله هذا لا يجوز إلى آخره. فقاموا إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، يعني خلوه يكمل بوله. طيب كونه يبول في المسجد دي مفسدة، لكن إذا نهوه ومشوا عليه وحيقبل شنو؟ حيقبل كده، وربما ترى عورته، دي مفسدة واحد. وبدل ما كان بيبول في الموضع ده
لما يجي جاي يقبل كده حيقول هنا وهنا وهنا في كذا موضع، دي مفسدة رقم كم؟ 2. وربما يقول في هدومه، دي مفسدة رقم كم؟ 3. وهو لما يتعلم أحكام الإسلام بعد فقد ينفر من الدين، ودي أعظم مفسدة، مفسدة رقم كم؟ 4. وغيرها من المفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم نظر للمفاسد دي كلها وغيرها، ونظر إلى المفسدة الواحدة بوله في المسجد، وأصلاً هو بال، يعني أصلاً هو شنو؟ بدل بول أصلاً. فرجح المفسدة الأقل، فترك المفسدة الأقل ليدفع بها المفسدة يا جماعة الأعلى. هذا معنى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بخلاصة وباختصار شديد. طيب، المسألة والفائدة التي بعدها، قلنا السيئة تحتمل في موضعين، مش كده؟ ذكرنا موضعين. الفائدة البعدية عكس دي، الحسنة تترك في موضعين، يعني المنفعة والمصلحة بتترك في شنو يا جماعة؟ موضعين. الموضع الأول إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها، ده الموضع الأول، تترك المنفعة والمصلحة إذا كان بتفوت شنو يا جماعة؟ أفضل منا، وتفوت مصلحة أعلى منا، هنا توارب تترك المصلحة الأقل تخليها عديد وإن كانت مصلحة، لأنه فوتت المصلحة الأكبر والأعلى. القواعد يا جماعة والله إذا فهمناها واستوعبناها جيدا دعوتنا بتصير أحسن وأحسن. وشيخ الإسلام يتكلم حقنا فائدة قدامه، قاعدة، إنه الجهل بالمصالح والمفاسد هو السبب في الفتنة بين هذه الأمة، وكذلك هي السبب يا جماعة في الفتنة بين أهل الدعوة نفسهم. إذا جاهلين بالمسائل دي حتحصل لكم مشاكل لقدام، لأن الدعوة دي الآن ماشية كده وتتوسع كده، وكل ما تتوسع غير الناس الصالحين اللي فيها واللي بيخشوا فيها، الناس الصالحين في ناس سجم ورماد بيخشوا، لأن هي ماشية تتوسع كده. وهسه خشوا ناس ولا ما خشوا؟ يعني انا بشهر واحد في 3 خوازيق، الحمد لله طلعوا برا، فاتوا شالوا شنطهم وتخرجوا، شهر بس فيه 3 خوازيق، ده حسب ما حسبته انا. طيب، فلا بد تعلم المسائل دي. طيب، قال الحسنه تترك في موضعين، الموضع الاول اذا كان شنو؟ اذا كانت بالمعنى قولوا لي، اذا كانت مفوته لما هو شنو؟ أحسن منها. دليل هذه القاعدة صلح الحديبية، ذكرنا طرف منه قبيل، وقصة سهيل بن عمرو. النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب قال له اكتب، دار يعمل الصلح مع هؤلاء، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. سهيل بن عمرو اعترض، قال الله نعرفه ولكن لا نعرف رحمن ولا رحيم، اكتب باسمك اللهم. ويحكى انه علي بن ابي طالب يروى انه اعترض على كلام هذا المشرك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اكتب باسمك اللهم. المهم من صحة هذه الرواية، فالنبي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب قال اكتب باسمك اللهم. كون يكتب بسم الله الرحمن الرحيم دي مصلحة ولا مصلحة؟ مصلحة، لكن تركها النبي صلى الله عليه وسلم إلى باسمك اللهم وهو بسم الله نفسه، يعني لماذا؟ لأنه في مصلحة شنو يا جماعة؟ أعلى، وهو صلح شنو؟ الحديبية. طيب، ثم قال اكتب من محمد رسول الله، فاعترض سهيل بن عمرو قال لو نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اكتب محمد بن عبد الله. فوت مصلحة ولا ما مصلحة؟ لكن لي مصلحة شنو يا جماعة؟ أعظم، اللي هي شنو؟ الصلح. أنت عارف الصلح ده وإن كان في البداية يعني المصلحة بتاعته ظهرت للناس في النهاية، كيف؟ ربنا أنزل قال لما رجعوا من الصلح ربنا قال إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ربنا سماه فتح عظيم، الراجع انه المقصود بصلح الحديبيه ما فتح مكه الايه دي. ليه ربنا سماه فتح؟ ليه؟
الشيخ السعدي خلاصة كلامه قال: لأنه لما حصل الصلح وحصل الأمن والاستقرار لقبائل العرب صارت تبحث عن الإسلام، لأنه في حالة الحرب الزلمة ما بيكون قادر يسافر يمشي يتعلم له إسلام ولا دين بسهولة يا جماعة، صحيح ولا ما صحيح؟ عشان كده وفد عبد القيس لما جول النبي صلى الله عليه وسلم قعدوا معه تقريبا زي شهر أو أيام معدودات، قالوا له: يا رسول الله علمنا الإسلام، لأنه بيننا وبينك هذا الحي من كفاري مضر، لأنه في حالة المشاكل الزول ما يقدر يتعلم، ما يقدر. فجوا يتعلموا أحكام في أيام معدودة وانقلبوا لأهلهم. فالشاهد أنه في أيام الفتن والمشاكل والحروبات يصعب حتى العلم يا جماعة. فلما حصل صلح الحديبية السعدي قال والناس استغروا، الإسلام انتشر أكثر من أول، والغاية من الجهاد أصلاً بالسيف هو نشر شنو؟ الإسلام. فهنا انتشر الإسلام مع الإطمئنان والأمن، فانتشر الإسلام فسماه الله فتحاً عظيماً، فقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحاً عظيماً. طيب مبين، عفواً، فتحاً مبيناً، فهو فتح مبين وفتح عظيم كما قال الله سبحانه وتعالى: فتحا مبينا. طيب، وكذلك الحسنة والمصلحة تترك إذا كانت مفوتة لما هو أحسن منها أو مستلزمة لسيئة تزيد مضرتها على منفعة الحسنة. ده الموضع الثاني اللي بنخلي فيه المصلحة والحسنة. إذا كانت مستلزمة لمضرة أو سيئة، والمضرة دي يا جماعة أكبر من شنو؟ أعظم عقوبتها، أعظم من منفعة الحسنة. ودليل هذه الجزئية الثانية قصة ترك النبي صلى الله عليه وسلم هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم. الحديث في صحيح البخاري عن الأسود رحمه الله قال: قال لي ابن الزبير رضي الله عنهما: كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيراً فما حدثتك في الكعبة. ابن الزبير بيسأل الأسود. قلت: قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس وباب يخرجون. المنع النبي صلى الله عليه وسلم انه يهدم الكعبه ويجعل لها بابين ويبنيها على قواعد ابراهيم، القواعد الاولى، خلاص شنو؟ المفسده انه الناس حديث عهدهم بكفر. ممكن بعض الناس يفتنوا في شنو يا جماعه؟ في دينهم. فلتفويت هذه السيئه والمضره ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذه المصلحة. إذن تقدير المصالح والمفاسد من صميم الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث: ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة. يا جماعة الكلام ده في الدين وفي الدنيا بينفع، في بيتك جوا مع حريمك ومع أولادك ومع أبوك وأمك، وفي الدنيا في تجارتك موضوع المصالح والمفاسد. بل خش معانا في الدواء الآن، الدواء لما تطلع من الكرتونة جوا في ورقة، صح؟ مش كده؟ الورقة دي افتحها تلقى فيها نقاط كثيرة، من النقاط يقول لك الآثار الجانبية لشنو؟ للدواء. الدواء أي دواء عنده آثار جانبية بيعالج لك بإذن الله مرض كبير، لكن بيكون عنده آثار كده خفيفة مرات، يعمل لك حرقان، يعمل لك حموضة، يعمل لك لفة راس، ينومك. دي مضرة ولا ما مضرة؟ مضرة، لكن انت ما عاينت للمضرة دي، للمصلحة شنو؟ الأكبر. فالموضوع ده الناس مطبقين كثير منه، لكن إما بجهل أو مطبقينه في الدنيا غالب الناس، خلاص، وتاركينه في الدين. فأنا أقدر أنك تطبقه في كل حياتك وفي دينك. قال ابن حجر: ويستفاد منه ترك المصلحة، الحديث ده، لأمن الوقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر، يعني من هذا الباب، يعني ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في أنكر منه. راكب لك بص مثلا وجماعة مشغلين فرفور مثلا، وغلب على ظنك، الشرط يكون غلب على شنو؟
على ظنك انك شايف في اشرطه هناك في البرع قاعد وداك صورته قاعده الاشرطه قاعده، لو قلت له وقف ده وشاف العمه بتاعتك بيشغل لك شنو؟ الشرك والكفر بالله. المصلحه انك شنو؟ تسكت. وان كان الغنى ماله؟ مفسده، لكن حتقع مفسده شنو؟ اكبر. لكن ده اذا تحققت انه حتقع مفسده اكبر، لانه حيجينا من القواعد لا يترك امر معلوم لامر موهوم، ولا مصلحه محققه لمفسده متوهمه. القواعد كلها مربوطه مع بعض. طيب القاعده التي بعدها، ان تقدير المصالح والمفاسد والتوفيق يعني بينهما اذا تعارضت الحسنات والسيئات قد اتفقت فيه جميع الشرائع، وذلك في الجنس وان اختلفت في الاعيان. يعني كونه نقدر المصالح والمفاسد وجنس تقدير المصالح والمفاسد دي اتفقت فيها جميع الشرائع، وان اختلفت في الاعيان، لانه الشرائع ذاتها بتختلف في التحليل والتحريم في مسائل. طيب دليل على هذه القاعده قصه الخضر، ده ندلل على انه مساله المصالح والمفاسد كانت في الشرائع التي قبلنا، قبل شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. قصه الخضر لما خرق السفينه، شال منها خشبه واحده بس، وده فساد للسفينه ولا ما فساد؟ هو نوع فساد، لكن ليدفع به الفساد شنو يا جماعه؟ الاعظم اللي هو طيب قال النووي واستدل به العلماء، قصة الخضر دي انه قد السفينة، استدل به العلماء على النظر في المصالح عند تعارض الأمور، وأنه إذا تعارضت مفسدتان دفع أعظمهما بارتكاب أخفهما، كما خرق الخضر السفينة لدفع غصبها وذهاب جملتها، كونه شال منها خشبة واحدة، كسر منها خشبة واحدة عشان كلها ما تشال، لأنه الملك كان أي بيعرضوا له السفن بالصف، أي سفينة فحصل لقاها سالمة ومجيها بيشيلها، لو لقى فيها عيب واحد بيعمل شنو؟ بيرجعها. فالخضر جعل فيها عيب، وإن كان العيب ده مضرة، لكن عشان ما تسهب السفينة كلها فجعل فيها مفسدة أقل لدفع المفسدة شنو؟ الأعظم. قال النووي رحمه الله كما خرق الخضر السفينة لدفع غصبها وذهاب جملتها، وفي رواية من حديث الخضر، قصة الخضر في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخضر فإذا جاء الذي يسخرها، يعني الملك اللي بيسخرها لنفسه، وجدها منخرقة فتجاوزها فأصلحوها بخشبة، ده معنى الكلام الذي ذكرناه. طيب القاعدة أو الفائدة التي بعدها، إن تقدير هذه الأمور المصالح والمفاسد ثابت في العقل، قبل عرفنا إنه الدين وعرفنا إنه اتفقت فيه جميع الشرائع، الآن داري أوريك إنه ابن تيمية داري أوريك إنه ده ثابت في العقول، ساي العقول ثابت في العقل، كما يقال ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر. يعني المفروض أي زول عاقل بدون ما يعرف النص ذاته يقدر بعض هذه المسائل من المصالح والمفاسد. قال شيخ الإسلام كما يقال ليس العاقل الذي يعلم الخير من الشر، وإنما العاقل الذي يعلم خير الخيرين وشر الشرين. يعني العاقل فعلا يا جماعة ما اللي بيعرف إنه ده خير وشر، العاقل حقيقة وفعلا اللي بيعرف خير الخيرين، إذا تعارض خيرين يعرف الأخير منهما، وإذا تعارض شرين يعرف شنو؟ الأشر منهما. قال وينشد إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان مختلفان داوى الأخطر، ولذلك يرجحون وجود السلطان مع ظلمه، ده بس بالعقل، وجود السلطان مع ظلمه على عدم وجود السلطان، صح ولا ما صح؟ كما قال بعض العقلاء 60 سنة من سلطان ظالم خير من ليلة واحدة بلا سلطان، يصير بيسموه الربيع العربي ده، والحركيين جاتوا قالوا لا بس الا الربيع ولا بد نغير الحكام. هل مصلحته كانت
أعلى ولا المفسدة؟ المفسدة، بدون ما نذكر لهم أي نص، لأنه لما نديهم النصوص بيردوا النصوص، قال تعالى يردوا عليه، قال رسول الله يرجعوا عليه، بل منهم من ضعف أحاديث الأحاديث التي تحرم الخروج على الحاكم، لما حكم حاكم الحركيين في بعض الدول، فلما عزل ذلك الحاكم صححوا الأحاديث التي ضعفوها أولا هم ذاتهم. بل كان بيقولوا لما انطلعت الثورة واحد فيهم قال يعني شنو يموتوا 3 مليون إنسان في سوريا؟ فليموتوا قال لتنجح الثورة. الليلة بيجي يقول قتلوا الأطفال وزو قتلتهم أنت يا بدين قتلتهم أنت. طيب أدلة على هذه القاعدة، دي قواعد جابها شيخ الإسلام وبحسب ما يتيسر جبنا على بعض الأدلة. الدليل الأول قصة الكلب، يعني خلي الإنسان العاقل، بالمناسبة بعض الحيوانات جاءت قصصها في الكتاب والسنة رجحت المصالح من المفاسد، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا، وفي رواية أن امرأة، يبي روايتين، رأى كلبا عند بئر أو عند ركية، والركية البير قيل التي لم تغطى وقيل غير ذلك، والرجل نزل استنشرب موية تعت، فلما جاء طالع لقى الكلب يطيف بالركية يعني لا فقده، وبعضهم قالوا يمشي ويجي يأكل الثرى من شدة العطش بالحص في الطين، مع انه المويه تحت ولا ما في، وهو عارف انه المويه جوا فيه، والا كان ماشي حته ثانيه، ليه طايف بالبير؟ لانه عارف المويه جوا، ودي شايفه ذاته بعينه، وبيلحص في الطين راجل لحد ما الفرج يجي. الرجل ده نزل شرب تحت، وفي روايه امراه بغي زانيه من بني اسرائيل شربت، لما لقت الكلب بيلحص الطين نزعت الموق الجزمه وملتها مويه ومسكت فم الكلب شربته، قال فغفر الله له، وفي رواية الرجل قال فأدخله الله الجنة وشكر الله له. الكلب ده مقدر بين المصالح والمفاسد، لو تلب جوا بيشرب ولا ما بيشرب؟ بيشرب، لكن بيجي طالع ما بيجي طالع والله. فترك هذه المصلحة ليه؟ لأنه في مفسدة أعظم من المصلحة، المفسدة الأعظم إنه حيموت، المفسدة الأعظم ينصح إنه حيموت وحيغرق جوا، والمصلحة إنه حشنو؟ هيشرب، كان هيشرب، لكن كان هيشرب وما يروى، فبقى لا في برا. الليله في ناس والله واحد تلقاه عنده دكتوراه ودقنه قدر ده، صح دي سنه، لكن تلقاه ابلد من الكلب ده، ما يعرف يقدر المصالح من المفاسد. الدليل الثاني من القران قال تعالى حتى اذا اتوا وادي النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. النملة دي رجحت بين المصالح والمفاسد، كيف؟ هم اصلا طلعوا من الجحور ليه؟ عشان يلقطوا الطعام والاكل وغيره، صح ولا ما صح؟ ما طلعوا الا لمصالح، فكونوا يدخلوا مساكنهم يرجعوا ثاني، فوتوا مصالح ولا ما فوتوها؟ فوتوها، لكن لدفع مفسده شنو؟ اعلى، قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فهذه النملة دفعت مفسده عظمى بمفسده شنو؟ أقل إنها تدخل جوا. فيا إخوان لازم الزول يكون فاهم، إذا كان ده نمل وده كلب وممكن نجيب حاجات تانية كمان، بيقدروا بين المصالح والمفاسد. كيف زول مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وزول بل تلقاه داعية يقول له يا أخي الحلقة دي لابد نشتغل شغل معين، لأنه هذيل الجهة المسؤولة أو ناس الأمن هذيل واقفين برا، قالوا سووا ما تسووا كذي، ما تذكر اسم، لكن يتكلموا مثلا يعني اذا ما ضيقوا عليك يتكلم، اذكر اسماء غيره، لكن لو فرضنا قالوا ليك تكلم وما تذكر، المفسده العليا انك تبلغ الناس العقيده والتوحيد، المصلحه العليا انك تبلغ الناس العقيده والتوحيد، ودي مفسده اقل، تترك اسم دي مفسده اقل، والمصلحه هنا كانت اربى واعلى من هذه المفسده. فالتزم يا اخي، اخير ما مما يوقفوها كلها، بكره تجي مار تلقى في محلها غنى، او تلقى محلها زول من عباد القبور شغال ينشر الشرك ويضلل عباد الله، او مسكوك مسجد برضه لابد تقدر المصالح وشنو يا جماعه والمفاسد. انا قصدت اجيب الامثله دي من هذه الحيوانات والحشرات عشان انت من باب اولى تقدر هذه المصالح والمفاسد. اذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما
فهنا نقدم الأوكد منهما، ده في حالة واجبين وما نقدر نطبقهما الاثنين ونجمعهما الاثنين. هنا طوالي بنقدم الواجب شنو يا جماعة؟ الأعلى. طيب، لكن إذا قدمنا الواجب الأعلى وما قدرنا نعمله نطبقهما الاثنين ونعتمر بالواجبين الاثنين، تركنا الواجب ياتو الأقل. ومعلوم عند الناس إنه ترك الواجب حرام ولا ما حرام؟ حرام. هل نكون آثمين يا جماعة في القاعدة دي في الحالة دي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وكذلك إذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم الأوكد لم يكن الآخر في هذه الحال واجبا. هو كان واجب، لكن طالما حصلت إنه ازدحموا الواجبين وما قدرنا نطبقهم الاثنين حنطبق الأعلى، تركنا الأقل، ومن ترك واجبا فهو آثم. لكن في هذه الحالة ما بيكون داك شنو، يسقط إنه واجب ذاته، ما يبقى واجب أصلا. ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة، سبحان الله، ولا يأثم ذاته، ولا يأثم ذاته. وكذلك العكس، إذا اجتمع محرمان، ده عكس القاعدة دي، لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة. برضو إذا اجتمع محرمين خلاص وما نقدر نتركهم الاثنين، لابد نفعل واحد، بنفعل المحرم ياتو الأقل. طيب كوننا نفعلنا محرم ولو كان أقل، ما هو محرم، ما بتكون آثم في الحالة دي ولا يسمى محرم ذاته. نعم، ده الجواب على سؤالك قبل، أحسنت يا أبو منصور. طيب، وإن سمي ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر، حتى لو سموا ده فعل محرم وذاك ترك واجب ما يضرك ولست آثما أصلا. وذكرنا قبل الدليل على هذه القاعدة العظيمة حديث أبي داود والنسائي وغيرهما، أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال: طلقها. قال: إني أخاف أن تتبعها نفسي. قال: أمسكها. حديث ذا أشكل على كثير من العلماء، وطعن به أهل البدع والضلال وبالذات الملاحدة والعلمانيين، ناس منصور كيالي وعدنان إبراهيم وعدنان الرفاعي سجم رماد، طعنوا في الدين بمثل هذه الأحاديث. حديث صحيح، لكن الغباء والحمق من فهم هؤلاء العلمانين والملاحدة. نصلي ونجي، فضل فيها آخر ورقتين تقريبا، ولا بد الإنسان يفعل واحد، ما يقدر يتركهم الاثنين، وفعل الأدنى. طبعا لو اجتمع محرمين وما تقدر تخليهم الاثنين بتفعل شنو؟ إذا تعارض تفعل الأدنى. طيب كونك فعلت الأدنى في النهاية محرم، ففي هذه الحالة لا تأثم. إذا كان لابد من فعل أحدهما وفعلت الأدنى عملا بالسنة فأنت غير آثم. قال شيخ الإسلام: وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما. فعلك للأدنى ده ما بكون حرام أصلا. وإن سمي ذلك ترك واجب في القاعدة الأولى، وسمي هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضر، حتى لو سموه فعل اسمه صح فعل محرم، لكن ما حيضرك ولا تأثم. وقلنا الدليل على هذه المسألة حديث قصة الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن امرأتي لا ترد يد لامس. أول حاجة، معنى إن امرأتي لا ترد يد لامس اختلفوا فيه العلماء، تكلم عنه الحافظ ابن حجر في التلخيص، واتكلم عنه الإمام أحمد، واتكلم عنه الصنعاني في سبل السلام، واتكلم عنه صاحب عون المعبود وشارح النسائي وغيره. لكن أفضل من وجدت حسب ما اطلعت على كلام هؤلاء جميعا، أفضل من وجدت تكلم في هذا وجمع بين هذه الأقوال جمعا طيبا الشيخ ابن عثيمين والشيخ الألباني رحمه الله الجميع. قال الألباني: لا ترد يد لامس يعني أنها كانت امرأة بسيطة طيبة القلب لا تنتبه لمكر الشباب. وفي ناس طبائعهم الطبائع دي يا جماعة، طيبين وبسيطين وكذا. قال: وقد يمد يده، يمد الشاب يده إليها
ويصدف أن زوجها يرى ذلك فتأخذه الغيرة. فجاء فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس. وليس المعنى أبدا أنها كانت زانية، فالملامسة هنا ليس معناها الزنا أو الجماع، وإنما هذا هو المعنى. وقال الشيخ ابن عثيمين لا ترد يد لامس أي كانت تتساهل في ملامسة الرجال مثل المصافحة، مثل المصافحة مثلا. قال وفي هذا الحديث مراعاة رجحان المفاسد بعضها على بعض، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة فراقها وتعلق قلب الرجل بها، وهذه المفسدة الأعلى التي قد تقود إلى أمر يعني أنكر، دفعه بأن قال له أمسكها، لأنه لما قال له طلقها قال أخاف أن تتبعها نفسي فقد يقع في خطأ أكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع هذه المفسدة الأكبر بالمفسدة شنو؟ الأقل، قال أمسكها. وأمسكها زاد الشيخ العثيمين قال أمسكها مع إصلاحها، قال مع إنه كلمة مع إصلاحها دي ما وردت في الروايات، قال ولكنها تؤخذ من النصوص الأخرى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ما الآية دي مخاطب بها الرجل ده ذاته صحيح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع ومسؤول عن رعيته، وغيرها من الأدلة التي تأمر الرجال بإصلاح زوجاتهن وبناتهن وأولادهم إلى غير ذلك. فأمسكها مع شنو يا جماعة؟ الإصلاح. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها ليس بينا، سوى الأول لأنه لقى المفسد الأعلى في إنه لو فارق، لأنه قال أخاف أن تتبعها نفسي. والسبب الثاني أمسكها لإصلاحها، والغالب الغالب في أن المرأة تتبع الرجل في دينه، والرجل ده رجل صالح، فتتبع الرجل في دينه، إن كان صالحا تتبعه وإن كان فاسدا تتبعه. ولهذه المسألة أن المرأة تتبع الرجل في دينه إن كان صالحا تصلح وإن كان فاسدا تفسد، في الغالب لهذا السبب حرم الله عز وجل نكاح المسلمات على الرجال الكفار، قال فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، وحرم العكس وأباح العكس، حرم إنه المرأة المسلمة تتزوج رجل كافر ده حرام، وحرم شنو يا جماعة؟ وأباح العكس إنه المرأة النصرانية واليهودية وإن كان اليهود والنصارى كفار تتزوج الرجل المسلم. السبب في الحالتين قالوا لأن الرجل تبع للرجل في دينه وأخلاقه، حتى لو في البداية تزوجها ما كانت صالحة مثل صلاحه فإنها في الغالب الأعظم ستتبعه إلا ما ندر وشذ، والحكم في الشريعة يكون على الغالب وعلى غالب الظن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها، لأنه علم النبي صلى الله عليه وسلم إن في الغالب شنو ستتبع الرجل زوجها في صلاحه وتقواه. قال الشيخ الألباني ومستحيل أن يكون معنى إن امرأتي لا ترد يد لامس، مستحيل أن يكون المقصود به زنا، مستحيل. ليه؟ لأنه كان فيهما النبي صلى الله عليه وسلم كلام الرجل لا ترد يد لامس زي ما فسروها المجارم والحكمانين والفلاحين اللي ذكرناهم، لو كان ده المعنى لما قال له النبي، لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بقول الرجل، وإنما لطالبه به أربعة شهداء، وإلا يجلد شنو؟ حتى القصر يجلد 80 جلدة. ولكن لما لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفهم وعلم أن لا ترد يد لامس لم يكن المقصود بها الزنا، أفتاه بهذه الفتوى دفعا للمفسدة العليا بالمفسدة يا جماعة الأقل. ودي قاعدة خذوها معاكم في دينكم وفي دنياكم وفي بيوتكم وفي دعوتكم، وأنا البهيمانيين أكثر الدعوة دول ياخذ القواعد دي معاه ويسير بها يا جماعة، ما يكون بس شغال ساكت والله بس نسوي كده بس، لا ما كده، في دين ده من الدين، بل شيخ الإسلام قال الدين كله قام على المصالح والمفاسد، كل الدين. لكن لانه الحزبيين لولو المسائل دي وما عندهم علم ذاته قدر ده بالمسائل كعلم شيخ الاسلام ولا ابن القيم ولا غيره، لولو المسائل الحلال بقوا حرام والحرام بقوا حلال، ويتعاون مع البدع يقول لك مصالح ومفاسد، يمشي يسووا الباطل يقول لك مصالح ومفاسد، يعينوا اهل الشرك والكفر والالحاد
ويستضيفوهم يمشوا يغدوا معاهم ويفطر معاهم. تقول لك مفازج، مفازج شنو انت جعان يعني للمفسدة؟ اي مفازج، انت براك مشيت وين المفازج؟ طيب القاعدة التي بعدها، والقاعدة كلها يعني لخصها من كلام شيخ الإسلام في المجلد 20 أكثرها، المجلد 1 والمجلد 13 والمجلد 11 والمجلد 19. طيب وجود هذا التعارض بين الحسنات والسيئات يعني مصالح ومفاسد وعدم حلها من أسباب الفتنة بين الأمة، ده مستفاد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وحتى في الدعوة، الدعوة إذا قدرنا تسير تمام لابد كلنا نكون متفقهين في المصالح والمفاسد، لأنه في مسائل الناس ما بيصار لهم فيها الدليل، يختلفوا في مسألة، نغيم هنا حلقة لا ما نسويها هنا، نكل نقول ما نقول، لا نمشي المسجد ذاك ولا نمشي غيره، هنا الأخوان بيختلفوا. فإذا ما كان فيهم زول فقيه في المصالح والمفاسد بالمناسبة يحصل تناحر من الليلة، عارفوا الكلام ده، وبيحصل فتن وبيحصل مشاكل. تجد الموضوع ده مهم، ما تقول لي سخانة ولا ما سخانة، مش انتم مسخنين؟ اسمعوا الموضوع ده لابد تفهموه تماما. وزي ما قال شيخ ابو بكر ليس المفروض كان نجيب فيه نقطة نقطة ونفصل أكثر، والله بس يعني رحمنا الناس الحشرات وكذا وكذا والسخانة، لكن يعني إن شاء الله يكون فيه يعني فائدة للناس وبركة للناس. التي بعدها قال شيخ الإسلام: فالعالم تارة يأمر وتارة ينهى وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر والنهي أو الإباحة. أحيانا بيتكلم وينهى ويأمر، وأحيانا شنو؟ يسكت عن الأمر ذاته ويسكت عن النهي ويسكت عن الإباحة إلى آخره. فأما إذا، لكن 200 بيسكت و200 بيتكلم. قال: فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن، يعني الشخص يعني اللي بيأمروا بنهودة ما يتقيد لا بالأمر لا بالنهي الممكن، إما لجهله. ليه قال الممكن؟ لأنه الشريعة مبنية على الاستطاعة، مش كده؟ فاتقوا الله ما استطعتم غير من الأدلة. قال: إما لجهله وإما لظلمه. ده المجرم جاهل جهل مركب، تقول لا الله أمر كده وقال كده وده الآية، تجيب لي المصحف عديل والتفاسير، زول جاهل جهل مركب، أو ظالم يعلم الحق وما دايره، ولا يمكن إزالة جهله وظلمه. شو القيود وشروطه؟ فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهيه. إذا كان بشروطه زول جاهل أو ظالم وما يمكن أصلا إزالة جهله ولا يمكن إزالة ظلمه، هنا قال ربما كان الأصلح، لأنه أحيانا ما يكون الأصلح، عشان كده قال ربما. ربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمره ونهي. أحيانا ما يكون الأصلح حتى لو ظالم، حتى لو ما دار الحق، ما يكون الأصلح الكف والسكوت إذا كان وراءه ناس زي فرعون وموسى. موسى عليه السلام وفرعون لعنه الله، فرعون ظالم ولا ما ظالم؟ وما دار الحق ومعاند ومكابر، لكن موسى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، ولما الناس وكشف باطله أمام الناس مع أنه ظالم وجهل مركب، صحيح ولا ما صحيح؟ لكن لأنه وراه شنو يا جماعة؟ وراه ناس. عشان كده شيخ الإسلام عالم علم عجيب، قال بعد ده فربما، لأنه أحيانا ما بيكون الأصلح. فربما كان الأصلح الكف والإمساك عن أمر ونهي، كما قيل إن من المسائل مسائل جوابها السكوت. قال: فالعالم، بعد ده يريك إنه دليل للعالم ذات، فالعالم في البيان والبلاغ كذلك، قد يؤخر البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت التمكن، كما أخر الله سبحانه إنزال آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بيانها. كذلك العالم، ده دليله إن ربنا أخر بيان أشياء وأحكام أشياء، كذلك العالم ممكن يأخر ويسكت لحد التمكن شنو يا جماعة؟ ويتكلم. دي قواعد مهمة جدا جدا. التي بعدها في الدعوة، دعوة الناس إلى التوحيد وإلى الهدى والسنة، لا بد من التدرج بالناس، لا بد. قال شيخ الإسلام: ولم تأتي الشريعة جملة، شريعة ما نزلت كلها، نزلت في 23 سنة. معناته يا جماعة زول تاب يا دوب اهتدى عرف التوحيد، ما ممكن أجي أقول له
اول شيء صح اوري التوحيد وانهاهم عن الشرك، لكن ما ممكن اجي اوري برضه المصافحه، ولا بد يطهروك يختنوك. زي واحد قالوا اسلم كبير، كان قالوا من جنوب السودان، كان نصراني اسلم هو كبير، جماعه جهله قال لي اسمع لابد يختنوك، وفي اجهل منهم قال لهم الختان كيف؟ قالوا جيبوا الفرار، وموضوع طويل طوالي، ترك الدين وكفر رجع ثاني لانه ما استقر الاسلام في قلبه. صح يختتن لكن ما طوالي تقول له اول شيء يدعى للاساس للعقيده وللتوحيد. شفت كيف؟ ده اللي بيعنوا به بالمصالح والمفاسد والتدرج، مش بنعني بالتدرج تدرج الحزبيين، انه تلقى ماسك مسجد 23 سنه زي ذاك بتاع مندوب حياة تراس السوداني النبوتي، قال شنو؟ قال انا قاعد مع تجانيه في مسجد 20 سنه، قال لا شاكلوني لا شاكلتهم ولا حصل سالوني، ما لانك ما زالت العقيده بتاعتهم قاعد دلوقه ساكت عامل زحمه في الجامع. فده احنا ما بنقول ده، نحن بنقول تدرج، يعني تبدا بالعقيده اول، ده التدرج المقصود. حجيك الادله. قال لان الشريعه لم تاتي جمله، كما يقال اذا اردت ان تطاع فامر بي بما يستطاع، فكذلك المجدد لدينه والمحيي لسنته لا يبلغ الا ما امكن علمه والعمل به، كما ان الداخل بالاسلام لا يمكن حين دخوله ان يلقن جميع شرعه، ما يمكن ده ولا بجوز شرعا، ويؤمر بها كلها. وكذلك التائب من الذنوب والمتعلم برضو طالب العلم والمسترشد يعني المستفتي لا يمكن في اول الامر ان يؤمر بجميع الدين، ما يمكن، ويذكر له جميع العلم فانه لا يطيق ذلك. دليل على هذه القاعده اتينا به ما رواه الشيخان عن ابن عباس، وده والله فيه كلام عجيب مره واحده، والحديث ربما حافظنه كلكم، في قصة بعث معاذ إلى اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال له فليكن أول أنك تأتي قومنا على كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله توحيد، فإنهم أطاعوا لك بذلك اثنين الصلاة، فإنهم أطاعوا لك بذلك ثلاثة شنو؟ الزكاة، وين الحج والصيام؟ فتش جميع الروايات الصحيحة ما بتلقى فيها لا الحج ولا الصيام، مع انه كان بعث معاذ الى اليمن سند 10 خلاص، و ليه ما قال له وريهم الصوم وريهم الحج، بس اكتفى بالتوحيد والصلاه والزكاه بس ثلاثه، واركان الاسلام كم؟ خمسه التي يصير بها الانسان مسلما. ليه ما سالت نفسك السؤال ده؟ ده من اعظم الادله على التدرج. العلماء تكلموا ليه ما ذكر الصوم والحج وذكروا أجوبة أفضلها؟ جواب شيخ الإسلام ابن تيمية قال إذا كان الكلام، أفهم الكلام ده كويس ودي أهم نقطة يمكن في البحث ده، إذا قال شيخ الإسلام إذا كان الكلام في بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء، كحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، ده ذكر فيه الخمسة شنو؟ أركان، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ذكر الخمسة لأنه ذا كلام في بيان أركان الإسلام. فإذا كان الكلام في الدعاء إلى الإسلام، إذا كان الكلام في الدعوة، نختلف من الموضوع الأول، في الدعوة دار ندعو ناس كفار دارين يا دوب ندعوهم للإسلام، هنا الكلام يختلف. قال فإذا كان الكلام في الدعاء إلى الإسلام يعني الدعوة إلى الإسلام اكتفي بالأركان الثلاثة، ده الدين كده، الشهادة والصلاة والزكاة. ليه؟ قال ولو كان بعض فرض الصوم والحج، وداك مثال إنه في آية نفس الحديث ذكر فيه التوحيد والصلاة والزكاة والصيام والحج ما ذكروا، والآية دي باتفاق العلماء نزلت بعض فرضية الصوم والحج. قال كقوله تعالى فإن تابوا، تابوا دي يعني وحدوا، أهل التفاسير قالوا كده، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وفي الآية الأخرى فإخوانكم في الدين، في موضعين من التوبة. قال مع أن نزولها بعض فرض الصوم والحج قطعا، لكن ربنا ما جاء فيها الحج والصوم، لأنه الآية دي برضو في مقام الدعوة زي الحديث بتاع معاذ. قال شيخ الإسلام
والحكمة في ذلك أن الأركان الخمسة يعني متقسمة، منها ما هو اعتقادي وهو الشهادة، وبدني وهو الصلاة، ومالي وهو الزكاة. اقتصر في الدعاء إلى الإسلام عليها، على الثلاثة دي، لتفرع الركنين الآخرين عليها، فإن الصوم بدني محض، والحج بدني مالي، بدني مالي، لكن عندك الصلاة بدنية صح، وعندك الزكاة مالية، وعندك التوحيد قبلهم، فاقتصروا بالثلاثة دين. قال: فإن الصوم بدني محض، والحج بدني مالي، وأيضا فكلمة الإسلام هي الأصل التوحيد، وهي شاقة على الكفار، والصلوات شاقة لتكررها، والزكاة شاقة لما في جبلة الإنسان من حب المال. فإذا أزعن الإنسان لهذه الثلاثة كان ما سواها أسهل عليه بالنسبة إليها، والله أعلم. يعني حيلتزم بالعقيدة، تخيل زول مشرك خلى الأصنام وعبادة غير الله من الأولياء والصالحين، وحد الله، دي حارة عليه ولا ما حارة؟ دي حارة عليه أكثر من الباقي، أكثر من الصوم، أكثر من الحج، فعلى طبقه. واحد، الصلاة عبادة بدنية وبتتكرر في اليوم 5 مرات، ما زي الحج عبادة وإن كانت بدنية ومالية لكن بتتكرر في العمر مرة واحدة على الوجوب، وإذا كرر كل سنة كان عنده استطاعة حيكررها مرة واحدة في السنة، لكن الصلاة في اليوم كم؟ 5 مرات، فهي أشقة. خلاص. والزكاة إذا طلعها اللي هي بتتكرر كل عام حيقدر على الحج الواجب في العمر كله مرة شنو؟ واحدة. عشان كده ربنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره إن يبلغهم الثلاثة دي بس، التوحيد والصيام والزكاة، إذا قدر والصلاة، إذا قدر عليهم حيقدر على شنو؟ الباقيات. وما قال لو أمرهم بها الخمسة عشان ما يتركوا الخمسة، دي الدعوة كده. زول جاك قال لك يا أخنا وبيسيب صعود ودي السبحة وكذا وإلى آخره، أول حاجة تكلم له في العقيدة، إذا قدر على العقيدة دي فما بعده شنو يا جماعة؟ أهون. والمسألة دي أشار لها النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لحديث معاذ، قال: فقال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ليوحدوا الله، قال: فإنهم أطاعوا لك، دي لفظ البخاري، فإنهم أطاعوا لك بذلك، والطاعة ضدها المعصية، يعني إذا عصوك في التوحيد وما أطاعوا ما توريهم الصلاة ذاته، تدرج. فإذا أطاعوا في التوحيد وأطاعوا بالصلاة وأطاعوا بالزكاة سيطيعوا ولا محالة في الصوم والحج، لأنه الصوم بدني وقدر على الصلاة اللي هي بدنية وأشق من الصيام، ولأنه الحج بدني مالي وقبيل قدر على الصلاة اللي هي بدنية وقدر على الزكاة اللي هي مالية وتتكرر سنوية، ما يقدر على الحج البدني ومالي ومفروض على الإنسان في العمر كله مرة واحدة، فيجب التدرج بالناس. والتدرج أعيد مرة أخرى، نعني به أن تبدأ بالعقيدة والتوحيد. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ناس جو يناقشوك بالسبحة، ما تبقى زول ما عندك فهم السبحة، وقال فلان حلال وما حلال، وموضوع طويل. وري العقيدة أول شيء، إذا عقيدته صلحت وعظم ربنا تمام سيأتمر بأمر الله وينتهي بنهيه، ده التدرج كده. ودائما الزول اللي بيتوب جديد بيكون داير الدين جملة، بيكون بيسألك أول شيء كده الطواب، تقول لي ما بيجوز كده، بدعة وسيلة للشرك إلى آخره، هيقول لك تاني برضه في مسألة، أصافح ولا ما أصافح؟ لا، تاني في مسألة، هل موضوع ذاك اللحية؟ تاني في مسألة خامسة التقصير، تاني في مسألة، بيكون داير الدين كله. إذا أنت ما فقيه واستجبت معاه وديته الدين كله، هتخليه في الغالب يترك الدين كله. فأدي الأساس، إذا نجد فيه بعدك شوف الباقي الثاني بسهولة هتدي له وهيستجيب له. عشان كده الإسلام نزل كده 13 سنة في مكة توحيد، ونزلت الصلاة، وبعد ذاك بعد ما هاجر إلى المدينة بالسنة الثانية من الهجرة فرض شنو؟ الصيام. يعني بعد 15 سنة من نزول الإسلام، بعد 15 سنة يا دوب نزل الصيام. فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات في المدينة، وتوفي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم.
فده كله بالتدرج. الحجاب بتاع النساء ده فرض سنة 5 من الهجرة زي 13 بتاعت مكة، بعد 18 سنة من الإسلام حتى انفرض شنو؟ الحجاب للنساء. ده ما بخلينا احنا نتدرج بالناس، نتدرج، لكن التدرج يبدأ من شنو يا جماعة؟ من العقيدة. قاعدة أخيرة والفوائد الفاتت ذكر ابن حجر في فتح الباري تحت الحديث رقم 1496 نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مسائل الصلاة والزكاة والحج والتدرج. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره لسورة عبس الآية 10، قال فيها القاعدة المشهورة: لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. دي إما بتضبط لنا مسألة المصالح والمفاسد، برضو زول من هنا يطلع يكون بس داري يغدر المصالح والمفاسد وكذا، يقوم بعدين يتوهم مرات المفاسد، يعمل وهم يقول لك لا درى أن المفسدة وين هي؟ ما في، هي قاعدة في مخه بس، فحصل له وهم بسماع هذا الكلام أو بسبب سماع هذا الكلام. عشان من القاعدة دي في النهاية: لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. لمصلحة متوهمة، ما لما تتعارض المصالح ذاتها خلي المفاسد، مرات تتعارض مصلحتين، انت حتفعل الأعلى صحيح ولا ما صحيح؟ إذا ما كان قادر تجمع بيناتهم وتفعلهم الاثنين خلاص. أحيانا يكون في مصلحة متحققة وما في مصلحة متعارضة معها، ده معنى كلامه كده، ما في مصلحة ذاته متعارضة معها ثانية، هي واحدة بس، يقوم يتوهم إنه في مصلحة متعارضة فيخلي المصلحة الموجودة الثواب الجزيل والأجر العظيم لمصلحة لكن ما في أصلا، يقول دي متعارضة مع دي ما في. الشيخ السعد ضرب مثال للقاعدة دي وقال: إذا أتاك إنسان أو أشخاص، فرد أو مجموعة، أرادوا الهدى والعلم منك، وأنت صاحب علم أو صاحب دعوة، فتقوم تترك إرشادهم ودعوتهم لإرشاد ودعوة ناس آخرين أصلاً ديك ما دايرين الدين ذات ومعرضين عن الدين ذات، فإنت شايف ديك مصلحة إنه ديك أعظم، لكن دي ما مصلحة، دي مصلحة متوهمة لأنه ديك ما دايرين الدين أصلاً. فضرب مثال بهذا الكلام وقال: وجب على العاقل أن يقبل على من أتاه، على من أتاه ليهتدي وليتعلم، وأتاه مسترشدا، ولا يترك هؤلاء لأولئك الذين أعرضوا وتركوا الدين وحاربوه ولم يريدوا. فقال للقاعدة المشهورة: لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم، ولا مصلحة متحققة لمصلحة متوهمة. ودبي بالذات في أكثر بيتأكد عندكم في الوسائل بتاعة الواتساب، التواصل واتساب، فيسبوك، غيره 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 غيره، تلقى أنت مضيع زمنك في الغالب مع ناس أصلاً حزبيين مثلا ما دارين الحق، تقول لك قال الله، يقول لك لا قال الهواري، قال رسول الله، يقول لك قال دكتور خالد، وما دار الدين ولا دار الحق اصلا. فما تضيع معه زمنك، ما تضيع زمنك، في مليون نفر اضعاف الزول ده، المعترض او واحد صوفي ما دار الدين، طاغوت، قدر ما تدي الادله يقول لك شيخي قال وشيخي العلاني قال والولي الفلاني قال، فما تضيع زمنك مع المعرضين الما دارين الحق، وفي مليون نفر بيفتشوا فيك اصلا، لو اديته حديث بقول لك سمعنا واطعنا، لو اديته ايه في العقيده بل هو بيفتش فيك، هو بيقول والله ما لقينا النازل يا جماعه، ده الاولى ولا تضيع زمنك مع زول حزبي؟ يقول لك لا ده مين كذا ابو منو ما بعرفه، شغالين معاه ويضيعوا زمن، يردوا عليه ويرد عليهم، وذاك اصلا ما داير دين ولا فاضل الدين ولا دائر منهج صحيح، ولا دائر منهج صحيح، وانتم عارفين من نقصد. فالكلام ده حاصل، تلقى يتنابزوا جوا ويتشاكلوا ويقول لك رسلت له مقطع وحذفني وحظرني، ده ما دائر الحق، مش حظرك، ما دائر الحق، تمشي له ليه؟ يا اخي في ناس بيفتشوا فينا، في ناس عوام في الشارع ده يحبوا التوحيد، والله يحبوا التوحيد اكثر من كثير من المنتسبين الى المنهج السلفي. ده الاولى يا اخي بالحق وبالهدى، العمر ده يا جماعة قصير،
وزمن قصير، أعمار أمة بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. فما تضيع زمنك عمرك القصير ده في ناس أصلاً ما دايرين الدين. فأنفقوا في هؤلاء الذين يبحثون عن الحق ويبحثون عنك داعية الحق وطالب العلم الذي على الهدى وعلى المنهج الصحيح، فأفرغ وقتك في هؤلاء. ولئن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم. ما تضيع زمنك مع ناس ما دايرين الحق. أنا بشيل وبأكد في الحتة دي، لأن الوسائل دي بالذات جابت لنا ناس كتار ما دايرين الحق أصلاً، وتدي الأدلة وتدي الآيات وتدي أقوال السلف، يردها بيردوها ولا ما بيردوها؟ والله بيردوها. طيب أنت بتضيع زمنك معه ليه؟ ما في ناس غيره أضعاف 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 هؤلاء دايرين الحق. أنفق وقتك في هؤلاء وتذكر لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كنا دار نقيف ونتوسع لكن السخانة والحشرات وكذا. جزاكم الله خير، بارك الله فيك. جزء ثاني للي غاده بيكون مع المشايخ شيخ أبو بكر وشيخ شهاب وشيخ أحمد البدوي، إن شاء الله يعلن لكم في حينه. هم محضرين له وجاهزين، لكن نسبة للسخانة وقطع الكهرباء كله.